ركز في اللي هقوله لك. بيجيب لي حاجة اسمها مبتدأ مؤخر. أعرف إزاي مبتدأ مؤخر؟ أعرف إزاي المبتدأ المؤخر؟ خد بالك من اللي هقوله لك ده. يبدأ بشبه جملة، جر ومجرور أو ظرف مضاف إليه، ويجيب لي بعديه مبتدأ مؤخر. يقول لك مثلا في الحياة عبر. عبر دي مبتدأ مؤخر. عليكم واجبات. هنيجي بقى في الوحدة الثالثة، يقول لك هنا التقديم واجب ولا جائز؟ ده هناخده بالتفصيل في الوحدة الثالثة. احنا دلوقتي بناخد اعراب بس. الجملة عندي جاب لك جملة، جاب لك بيت شعر، جاب لك مقولة، جاب لك حديث شريف، وبادئ بجر ومجرور او ظرف مضاف ليه، اللي بعديه يبقى مبتدأ مؤخر. رتب الجملة هتلاقي ده جاي مبتدأ مؤخر. اهو في الحياة عبر، عليكم واجبات، ان في الماضي القومي للشعوب صعوبات. صعوبات دي تعرب ايه؟ هتلاقيها اسم ان مؤخر. اهي اسم ان منصوب بالكسرة لانه جمع مؤنث سالم، لانه بادئ بعد ان بجر ومجرور. اقول لك مثلا بالله التوفيق. اعرف كلمة التوفيق دي ايه؟ برضو هتعرب مبتدأ مؤخر، لان الكلمة اذا بدأت بجر ومجرور تبقى مبتدأ مؤخر. طب ما تيجي نشوف جاب لي كده في الامتحان ولا لا؟ اهو بص ركز معايا، ده بيجيبها كتير جدا والله في امتحانات الثانوية العامة، حتى بالنظام القديم كان بيجيب لي قطعة ودايما يقول لي مبتدأ مؤخر، دايما يقول لي اسم ان مؤخر، دايما يقول لي اسم كان مؤخر. بص جابها لي في الامتحان، انا بحللك من اول حصة معاك امتحان ثانوية عامة 2024 الحاجات اللي بتيجي، وعشان اوري لك ان انت تقدر تحلها سهلة خالص. من سلبيات الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها فريسة لإدارة الوقت. انا قايل لك بقى، انا حطيت لك بقى، انا مركز معاك قوي. بص اذا بدأت الجملة بجر ومجرور شوف المبتدأ فين. اي الجملة بدأ بجر ومجرور اهو. من سلبيات الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ها وقوع، هو عايز يعرف كلمة وقوع، يبقى كلمة وقوع هنا تعرب ايه يا شبابنا؟ ها تعرب ايه؟ من سلبيات الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها. يعني اصل الكلام وقوع من يفتنون بها من سلبيات الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى ده زي ما قلنا مبتدأ مؤخر. جاب لي المبتدأ المؤخر وجاب لي الفاعل وجاب لي المضاف اليه في امتحان السنة اللي فاتت اللي حضرتك لسه بتكلمني عنهم في اول محاضرة. ايوه ولازم الكلام ده بيتكرر، وهتلاقي زيهم السنة الجاية، وبرضو لسه هدربك على باقي الاعراب اللي ممكن يجي في السنة دي ان شاء الله بإذن الله.